مرحبا شباب، اليوم بنشوف ان شلون اقدر ادرس حق الامتحان من الشات جي بي تي. انا اخترت جافا 1 عشان يكون المثال حق هالفيديو، ولكن نقدر نطبقه على جافا 2 و3 ومواد ثانية بعد وياها. خذيت سامبل من امتحانات سابقة، هذه اي دات شي حصلت عليه، صور سكرين شوت من الامتحان اعتقد 2021، فباستخدام تقنية image to text حولتهم الى text فبارزين عندي عشان نقدر نخليهم في الشات جي بي تي. عشان نتأكد من الحل نستخدم الكمبايلر. انا بستخدم IntelliJ، عندي فيديو ان شلون تنزله وان شلون تخلي اول كلاس. اللي يبغي يكون عنده كومبايلر اونلاين يقدر يكتب في جوجل اونلاين جافا كومبايلر ويدش على هالموقع مثلا، وهني يقدر يكتب الكود ويجربه ويسوي ران، يضغط على ران فيطلع لل شو اسمه الاوتبوت. ساعات يصير له تاخير او هذا، فمن كذي انا استخدم كومبايلر عادي. الحين خلنا نبدي دراسة وخلنا نشوف حل الأسئلة السابقة شلون بتكون، وخلنا نفهم شلون حلها ونتعلم الألغوريثم مالها. إذن بداية أنا بستخدم 3.5 اللي هو متاح حق الكل. لازم أحدد الرول حق الشات جي بي تي إن أنت بتسوي لي كذي وكذي وكذي، كأنه اتفاق وياه إن أنت بتعطيني هاي الأوتبوت اللي أتوقعها منك. فأنا برست برام وهاي بخلي لكم في الوصف. You will help me to study Java exam. I will provide you by question and you will give me the answer with explanation. أنا لاحظت قبل أن شنو ساعات يختصر لي الموضوع، مثلا اللوب يسويه بطريقة ما يحتاج فيها الـ if statement، ولكن كليفل Java 1 أعتقد هذا يعني ما يفيد الطالب أنه ما يتعلم. فمن كذي قلت له أنه use if statement when you're using loop. بعدين شغلة ثانية ساعات يسوي لي method خارجي، زين فقلت له إن لا تسوي لي method في حال انه مو مطلوب في السؤال. ممكن نرجع هني ونغيره كذا مرة على حسب شنو اللي يطلع لنا من الـ output، فني نعدل هني نزيد الـ شو اسمه instruction حقه عشان كل مرة يكون اضبط الحل ماله. تمام؟ زين كالعادة انه الحين هو مستعد كأنه صار للست علشان يقدر يساعدنا في فهم الأسئلة او فهم الحل مالها. فبروح حق اول سؤال، هذا اول سؤال بناخذ كوبي بيست. والشيء الزين هني عندنا سمبل انبوت اوتبوت، هذا وايد مهم انه يعطي فكرة انه شلون يكتب لنا الكود، ولكن ممكن يكون في اخطاء، فمن كذي احنا بنروح بنشيك ويا الكومبايلر وبنعدل في البرومب كل مرة لما نفهم الفكرة. هني بنتعلم شغلتين، بنتعلم هم الجافا شلون يعني ندرس العدل، وبنتعلم شلون نسوي برومب انجينيرينج، نكتب برومبات أفضل حق الشات جي بي تي. تمام؟ فهني أعطيته الحل. زين فعطاني الكود. تمام سكانر عشان نقرأ دايركت. خلينا نشوف هني استخدم وايل، لو تلاحظوا هني ما استخدم اف. خلينا نشيك ان شلون الطريقة اللي يعني هل بتكون هذه اوكي صح او لا. ساعات يكون في خطأ في ترتيب يعني معين فبنحتاج نعدله، فخلينا ناخذ هذا كوبي، او بالاحرى خلينا ناخذ اسم الكلاس في البداية، نسوي له كلاس. اوكي الحين نرجع ناخذ كوبي كامل، ونسوي له ران ونحط الاوتبوت ونشوف النتيجة. اوكي 31 يوم يبتدي بثلاثة، وخلنا نشوف. اوكي الحال عطاني مضبوط. خلنا الحين نجرب بالشهر اللي احنا فيه
شنو التاريخ اللي يصادف يوم الجمعة؟ مثلا الحين شهر واحد، احنا ملاحظين أول جمعة تاريخ 5، بعدين 12 19 27، تمام؟ ف31 يوم هالشهر، وأول جمعة تاريخ 5، فنفس الكالندر بالضبط، يعني الألغوريثم شغال. الحين خلينا نشوف نفهم الألغوريثم، تمام؟ أول شيء بدأ بالسكانر، تمام، انه يقرا لنا طبعا امبورت، وهني بيعرف لنا اوبجكت حق السكانر، وبيحفظه داخل ال day and month، بعدين first day first Friday day، تمام، بعدين current. هذا يعني خطوة إضافية نقدر يعني نتجاوزها، مو مشكلة. نستخدم ال while ماله، فشنو سوى؟ إن كل مرة يزيد على الكرنت داي 7 أيام، تمام، ويقارنها بالدايز ان مانث. يعني مثلا الحين احنا اول مرة خلينا لها 5 ونزيد عليها 7 بصير 13، فهل الحين هي اصغر من 31؟ اي، فبيدش اللوب، تمام. فهني شنو بيسوي؟ بيسوي اساين، يعني بيزيد عليها 7 أيام، تمام، بعدين بيطبعها وكذي. هذا يعني الجوريثم سريع سواها حتى بدون اف. زين، ممكن ينحل بطريقة ثانية بعد، ممكن. خلينا نجرب الحين نسوي له ريجنريت، خلينا نشوف شنو بيعطينا، هل بيعطينا الجوريثم ثاني؟ غير الالجوريثم، غير اللوب، ثم تشوفون يعني اذا مثلا ما عجبنا الحل نقدر نغيره الى حل ثاني، تمام. خلي الحين نروح حق سؤال ثاني، سؤال اوتبوت او سؤال لفظي. خلينا نبتدي، خلينا نشوف شلون يقدر يحل لنا اياه. بناخذ هالسؤال، سؤال رقم 3، كوبي بيست، خلينا نشوف. إذا الـ input خطأ يعطيني، ما يعطيني جواب صح. مثلا هنا ما في space، فصار خربطة إن شنو الشيء اللي مفترض يكون هذا. فخلينا نعدل، مسحت السؤال ورديت حطيته. الحين أعطاني الإجابة الصحيحة اللي هي B، إن كل الـ multiple choice صحيحة. فلازم تحسبون ساعات إن يكون عندكم فكرة ردي إن شنو هو الجواب، علشان ما يعطيكم اي جواب بس كذي راندوم، فتحاولون وياه تصلحونه. اذا عندكم مثلا معلومات اوريدي من الكتاب او ناس تعطون المعلومات عقب تسالونه، يكون وايد افضل، لانه ساعات يتخربط. وحاسبوا من الانبوت، اذا الانبوت مو دقيق وايد سبيس، ساعات ما يفهم السؤال، بيعطيكم اي اجابه راندوم انه ما لها علاقه في السؤال، تمام. فخلينا نشيك الاوتبوت او السؤال اللفظ الثاني. زين، خلينا نشوف الحين هل من اول مرة يقدر يعطينا الاجابة الصحيحة. الحين الظاهر هذا الاجابة الصحيحة، لان الست فاللي هو كان في اي خيار، كان في خيار A، عطونا هني الكود. صار ما يعطيك ال وين الخيار، بس يعطيك الجواب، هذا هو الجواب. فمثل ما قلت لازم تحاسبون. هذا مجرد يعني حق اللي يبي يتعلم، يعني ممكن تشات جي بي تي 4 افضل بشوي، ف هو ككتابة كود وسريع يعطيك المعلومات، وايد مفيد. عشان نقلل نسبة الخطأ لازم يكون عندنا فكرة عن الأشياء اللي موجودة في جافا، نفس الإف واللوب والسوالف. فأنا سويت بوكلت إن يقدر يساعدكم علشان يكون عندكم فكرة عن الفيريبل، وهاي أشياء بسيطة كلش. وخليت فيه أوفر حق اللي يحتاج مساعدة شخصية.
الحين بروح حق سؤال الاوتبوت. زين، سؤال الاوتبوت اول شيء ناخذ الكود نجربه في الكومبايلر نشوف الكود صح شنو بيكون النتيجه، وعقب بنخليه في الشات جي بي تي. فهذا هو الجواب. زين، ولكن احنا علشان نبي نتعلم شنو قاعد يصير خطوه بخطوه، فناخذ كل السؤال ونحطه في الشات جي بي تي ونطلب منه انه شنو انه يخبرنا شنو قاعد يصير خطوه بخطوه. فهني نحط السؤال، بعدين نقول له نضغط الشيفت سبيس عشان ينزل لنا سطر، ونقول له شو مي، ونطلب منه انه يخلي لنا في جدول علشان يكون مرتب. تمام، فالحين عطاني الاوتبوت، ساعات يكون مخربط زين، فمثلا مو كامل، مثلا هذا مو كامل ما اعطاني كل الاوتبوت، فشكله هو شنو هو حسبها سريع انه بالخيارات اللي عنده. زين، هذا بس تشيك اول اثنين وقال هذا هو الحل، لان ليش ما في احد ثاني يعني غيره. فمثلا هذا ما نبغي نسوي ريجنريت، ممكن يعطينا الاجابه كامله. زين، الحين مثلا افضل اعطانا الاجابه كامله وفي جدول نقدر نراجع شنو الخطوات اللي قاعده تصير. تمام، هذا حق نسبه حق الاسئله، بيكون من الاسئله بتكون هالانواع كود واوتبوت ومساله لفظيه. فان شاء الله دراسه موفقه.